السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة النقاش الثانية بالتعاون مع كروسريف. نعتذر عن التأخير لمدة 5 دقائق بسبب عطل فني مع منصة زوم. نحن الآن بانتظار الزملاء في منصة كروسريف، وهم حاليا في محاولة الانضمام إلينا. بإذن الله سنبدأ في خلال دقائق معدودة. نعتذر عن التأخر غير المقصود نظرا لعطل فني مع منصة زوم. بإذن الله سنبدأ في خلال دقائق معدودة. في البداية ممكن حضراتكم تكتبوا في التشات بوكس حضراتكم بتنضموا إلينا من أي دولة، ومن أيضا من أي institution أو جامعة. بإذن الله نبدأ في خلال دقائق قليلة. في حالة وجود أي أسئلة، إن شاء الله هيكون الويبينار هيكون باللغة العربية أستاذة مريم. في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات، يا ريت حضراتكم تكتبوها في الـ Q&A box. هذا الويبينار إن شاء الله هيكون مسجل، وهيكون فيه تسجيل كامل هيوصل لحضراتكم، وأيضا بخلاف التسجيل سيتم مشاركة السلايدز أو البرزنتيشن بشكل كامل، هتتم مشاركتها مع حضراتكم بإذن الله. في حالة وجود أي أسئلة واستفسارات ممكن حضراتكم تكتبوها في التشات بوكس، إن شاء الله بنبدأ حالياً. خلوني أعمل شير سكرين. شير. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة النقاش الثانية تحت عنوان كروسريف والبيانات الوصفية، رؤية متقدمة تقدمها شركة نولوجي إي بالتعاون مع مؤسسة كروسريف. أنا اسمي محمد مصطفى، برودكشن مانجر في شركة نولوجي إي، وإحنا مقرنا مدينة دبي دولة الإمارات العربية المتحدة. مجال تخصصي بتمحور حول الوصول الحر والعمل مع قواعد الفهرسة والاستكشاف المختلفة، وأيضا أعمل سفير لمؤسسة كروسريف في المنطقة العربية. بينضم لينا من مؤسسة كروسريف اليوم أيضا في حلقة النقاش هذه معنا زميلنا بول ديفيس من قسم الدعم الفني، وزميلتنا روبيكا مسؤولة الأعضاء الجدد في مؤسسة كروسريف. إن شاء الله أجندة العمل اليوم هنتطرق فيها للحديث عن أهمية البيانات الوصفية أو الميتا ديتا، كيفية الحفاظ على البيانات الوصفية، وأيضا كيف يمكننا تحديد الأخطاء
وتحديث البيانات الوصفية. هنتطرق أيضا لكيفية استخدام تقارير كروسريف أو كروسريف ريبورتس، هنشوف إيه نوعية التقارير اللي بترسلها المؤسسة للأعضاء بشكل شهري، وأيضا طريقة استخدامها. هنتطرق أيضا لكيفية المزيد كيفية الحصول على المزيد من الدعم الفني والمساعدة في حالة الحاجة إليه. وبإذن الله يكون في آخر الويبينار هيكون عندنا فقرة كاملة للأسئلة والأجوبة لمدة ربع ساعة في نهاية الويبينار. هحاول أختصر الحديث لمدة نصف ساعة في البداية، وآخر ربع ساعة بإذن الله هنتطرق فيها لأي سؤال عند حضراتكم. في البداية هنتكلم بشكل سريع عن أهمية البيانات الوصفية. هذا السلايد شرحناه المرة في الويبينار الأول، بس خلينا نتطرق ليه بشكل سريع. زي ما حضراتكم عارفين، أعضاء كروسريف سواء كانوا ناشرين أو دور نشر جامعية أو مراكز بيانات ومراكز أبحاث، بيزودوا المؤسسة ببيانات وصفية أو بطيف واسع من البيانات الوصفية التي ممكن أن تتدرج من بيزك ميتا ديتا أو بيانات وصفية أولية أو أساسية، مثل عناوين المقالات، أسماء المؤلفين، الأرقام التعريفية الخاصة بالدوريات أو بالكتب التي يتم نشرها، ملخصات الأبحاث، وأيضا قوائم المراجع. أيضا ممكن أن يزودوا المؤسسة بمعلومات التمويل أو funding information. ممكن أيضا أن يزودوا المؤسسة ببيانات وصفية تتعلق بمعلومات الترخيص، أحد البيانات الجزء مهم جدا من البيانات الوصفية، بالإضافة إلى روابط خاصة بالمحتوى بشكل عام، بالإضافة أيضا لمعرفات أوركيد للباحثين. وفي الفترة الأخيرة أيضا يمكن أو اندرج تحت البيانات الوصفية ما يسمى بالبير ريفيو ريبورت أو تقارير مراجعة المدراء والعلاقات وأرقام المنح المختلفة. فهذا طيف واسع من البيانات الوصفية الذي يمكن لأعضاء كروسريف تزويد المؤسسة به. البيانات الوصفية الجيدة تمكن من تعزيز استكشاف المحتوى الخاص بك. أيضا زي ما حضراتكم عارفين، أحد العوامل المهمة في البحث العلمي هو قابلية إعادة الإنتاج أو إعادة النتائج والبناء على الأبحاث السابقة. فتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات الوصفية مع كل بحث يساهم في تعزيز قابلية إعادة الإنتاج. على سبيل المثال، توفير روابط للبيانات أو الداتا سيتس التي تم استخدامها في خلال عملية البحث يمكن باحث آخر يطلع على هذا البحث من إعادة إنتاج هذه النتائج أو إعادة العمل على هذا البحث. أيضا المساهمة ببيانات وصفية مكتملة يساهم ويعزز في النزاهة التحريرية والنزاهة العلمية للأبحاث، حيث يمكننا دراسة أو الاطلاع على العناوين الخاصة بالمؤلفين، العناوين الخاصة بالمراجعين والمحررين العلميين، حتى يتسنى لنا دراسة أي conflict of interest أو أي تعارض أو تضارب للمصالح من الممكن أن يكون موجود. فده دور مهم جدا أيضا بتلعبه البيانات الوصفية. أيضا البيانات الوصفية المكتملة تساهم في الإبلاغ وتقييم الأبحاث المنشورة. فالمؤسسات التمويلية أو الجامعات أو مكاتب التمويل عن طريق على سبيل المثال إضافة الجرانت آي دي أو رقم المنحة، ممكن أن يطلعوا على نتائج تمويلهم لجامعة معينة أو مؤسسة معينة عن طريق معرفة كم بحث تم نشره في مجلات دولية، فبالتالي يقدروا يقيموا نتائج التمويل الخاصة بهم. فالبيانات الوصفية الجيدة والمكتملة بشكل كامل تساعد في بناء صورة واقعية وصورة ممتازة، وتساعد أيضا في استكشاف المحتوى الخاص بك. النظام كروسريف أو خوادم كروسريف تستخدمها العديد والعديد من المنصات المختلفة، مثل المنصات الخاصة بالهوستنج للكونتنت أو استضافة المحتوى، أنظمة البيبلوغرافيك مانجمنت، أنظمة المكتبات والفهرسة المختلفة. فمن المهم، لأن هذه البيانات الوصفية التي يتم تزويد كروسريف بها تعتمد عليها بعد ذلك أنظمة مختلفة، فمن المهم كدورك كناشر أو كدار نشر جامعية أو مكتب بيانات أو مكتب تسجيل براءات اختراع وأنت عضو في مؤسسة كروسريف، أن تزود المؤسسة
بكل او باكبر قدر ممكن تستطيعه من البيانات الوصفيه الخاصه بالريكورد او الايتم او العنصر التي تقوم بتسجيله. يعني في حاله كونك ناشر اكاديمي في دار نشر جامعيه وتنشر دوريات معينه، ينبغي ان تزود المؤسسه باكبر قدر ممكن من البيانات الوصفيه عن المحتوى المنشور. احرص دائما على توفير عناوين الدوريات، اسماء المؤلفين، اسماء المراجعين، تواريخ استقبال الأبحاث، التواريخ النهائية لنشر الأبحاث، أسماء المحررين العلميين، معرفات أوركيد الخاصة بالمؤلفين الذين شاركوا في عملية البحث العلمي، معلومات عن الترخيص عن هذه المقالة، هل هذه المقالة متاحة تحت رخصة المشاع الإبداعي؟ هل هذه تحت رخصة كل الحقوق محفوظة لدار النشر؟ فمن المهم إرفاق أكبر قدر ممكن من البيانات الوصفية عند عملية التسجيل. كيفية إدارة البيانات الوصفية الخاصة بك؟ من المهم أن تتأكد دائما من أن معرفاتك الرقمية أو ما نسميه بالديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير التي تطرقنا لها المرة في الويبينار الأول، تعيد توجيهها بشكل صحيح إلى لايف ويب بيجز، صفحات حية تعمل بشكل سليم. أيضا من المهم أن نتأكد أن مجتمع النشر الأكاديمي يجب أن يكون على علم بأي تغيرات تحدث لمحتواك المنشور، مثل وجود عملية أي سحب أو استبعاد لأبحاث تم نشرها. من المهم أيضا عليك كناشر أو عضو في المؤسسة إضافة أو تحديث بعض البيانات الوصفية حتى تكون مفيدة للمجتمع الأكاديمي بشكل عام، وتساهم أيضا في جعل محتواك المنشور أكثر قابلية للاستكشاف. الحفاظ على البيانات الوصفية، من المهم جدا الحفاظ على البيانات الوصفية نظيفة، وما نقصد بكلمة نظيفة أي أنها خالية من أي أخطاء من الممكن أن تكون موجودة. فعلى سبيل المثال لو في خطأ في اسم مؤلف، من الممكن دائما إرفاق تعديل أو إرسال نسخة معدلة من البيانات الوصفية لتصحيح اسم المؤلف. في حالة وجود خطأ في عنصر معين أو في رابط أو في اسم مقالة معينة، من المهم إرسال الرابط الصحيح أو العنوان الصحيح للمقالة. احرص دائما على إرسال بيانات وصفية مكتملة زي ما شرحنا من دقائق سابقة، عنوان المقالة، أسماء المؤلفين. أيضا احرص على إضافة البيانات أو الحقول الجديدة مثل معرفات أوركيد أو معرفات المنح الخاصة بالأبحاث التي تقوم بنشرها. احرص دائما على أن بياناتك الوصفية تكون محدثة دائما، مع مرور الوقت قد تتغير البيانات الوصفية، لذلك تأكد أن بياناتك الوصفية دائما محدثة أو ما نسميه باللغة الإنجليزية up to date. من المهم جدا أيضا عند إيداع البيانات الوصفية الجديدة إيداع قوائم المراجع، إيداع معرفات أوركيد الخاصة بالباحثين، إيداع بيانات التمويل ومعلومات الترخيص وملخصات الأبحاث أو الأبستراكت. من المهم أيضا التأكد من تحديث الروابط الإلكترونية للمعرفات الرقمية. من المهم أيضا التأكد من تحديث المحتوى المنشور أو إضافة معلومات مفقودة. وأيضا من المهم إضافة بيانات وصفية إلى المحتوى المنشور سابقا أو ما نسميه الباك فايلز. هناك العديد من الطرق لتسجيل المحتوى مع كروسريف. في حالة أن مؤسستك تستخدم ما يسمى بنظام Open Journal System أو الـ OJS، يوجد مجموعة من البلاجنز التي تساعدك كناشر أو كدار نشر أكاديمية أو جامعية في تسجيل هذا المحتوى. هناك على سبيل المثال كروسريف ريجستريشن بلاجن تساعدك في تسجيل المحتوى مع كروسريف. هناك أيضا ما يسمى بالريفرنس لينكينج أند ديبوزيت وكروسريف ريفرنس لينكينج بلاجن، وهذه هي بلاجن مخصصة أو تم إنشائها بالتعاون ما بين مؤسسة بي كي بي ومؤسسة كروسريف، وتهدف هذه البلاجن إلى المساعدة الأعضاء في تسجيل قوائم المراجع الخاصة بهم بكل سهولة. هناك أيضا بلاجن أو إضافة خاصة بمعلومات التمويل Funding Information Plugin. هناك أيضا بلاجن مرتبطة بخدمة Similarity Check أو فحص التشابه باستخدام Authenticate Technology. من الجدير بالذكر أن كل هذه البلاجنز تعمل في حالة كان نظام Open Journal System أو الـ OGS لديك
نسخة 3.1.2 أو أحدث. في حالة استخدامك لنسخة أقل من هذه النسخ، فللأسف الشديد بعض هذه البلاجنز أو الإضافات لن تعمل بشكل كامل. لذلك من المهم التأكد أنك تستخدم أي نسخة، نسخة الـ OGS الخاصة بك هي 3.1.2 أو أكثر. تحديث البيانات الوصفية، هناك أكثر من طريقة لتحديث البيانات الوصفية. هنتطرق في البداية ما هي أسباب تحديث البيانات الوصفية، أو لماذا يلجأ الأعضاء إلى تحديث البيانات الوصفية. هناك قاعدة أساسية في مؤسسة كروسليف أنه لا يمكن مسح المعرفات الرقمية. Do eyes can't be deleted. من المهم جدا عدم حذف أي DOI أو أي معرف رقمي فور إصداره وإعلانه بشكل عام. ما يمكنك أن تفعله في حالة وجود أي خطأ هو أن تقوم بتحديث أو عمل أبديت للميتاديتا أو للبيانات الوصفية التي قمت بإيداعها في المرة الأولى. هناك أسباب مختلفة للأعضاء لتحديث بياناتهم الوصفية. على سبيل المثال، اسم مؤلف مفقود أو تم كتابته بشكل خاطئ، أو هناك بيانات وصفية معينة غير محدثة مثل الرابط الإلكتروني للمعرف الرقمي، أو لم يتم إرفاق تواريخ النشر النهائية، أو تم عمل تعديلات وتم حفظ هذه التعديلات في نظام OGS على سبيل المثال، ولكن لم تتضمنها الـ XML الذي يتم إيداعه في منصة كروسريف، أو هناك معرفات أركد للباحثين غير صحيحة. فهناك مجموعة من الأسباب المختلفة التي قد تدفعك كعضو، سواء كنت ناشر أو سواء كنت محرر مجلة وعضو في مؤسسة كروسريف، إلى تعديل بياناتك الوصفية. فكل ما يمكنك فعله في هذه الحالة هو تصحيح البيانات الوصفية التي أرسلتها بشكل أولي لمؤسسة كروسريف. يمكنك ذلك عن طريق قيام بعملية التصحيح في حالة استخدامك لنظام OGS، عن طريق تحديث السجل في نظام المجلات المفتوحة، ثم قم بإعادة الإيداع مرة أخرى، أو يمكنك إعادة الإيداع عبر نموذج الإنترنت، أو قم بإرسال ملف تكست فايل وسيتم تحديثه عن طريق النسخة السابقة. من المهم أيضا الذكر أنه لا توجد رسوم لتحديث البيانات الوصفية على الإطلاق، بمعنى زي ما حضرتكم عارفين الأعضاء في كروسريف هناك ما يسمى بالأنيوال ممبرشيب، وهناك أيضا الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل استخدام كل دوآي. فكل دوآي بيتكلف دولار أمريكي واحد، ولكن في حالة تصحيح أي بيانات وصفية لدوآي تم إصدارها سابقا لا تقوم المؤسسة بتحصيل أي رسوم إضافية. فأي تحديثات هي تحديثات مجانية ما دام تم تحصيل الرسم الأساسي لهذا الدوآي سابقا. أيضا هذه التحديثات المرتبطة بنظام الـ OGS تعمل على النسخ البداية من 3.1.2 أو أحدث، أما النسخ القديمة للأسف لا تدعم هذه التحديثات. من الممكن أيضا إرفاق في حالة وجود كميات كبيرة، أو في حالة أحد التعديلات التي تريد أن تقوم بعملها للمعرفات التي قمت بإصدارها وتحديث الـ URL. كانت الـ URL تقوم بعملية redirect لرابط معين، وأنت أن تقوم بإعادة تحويلها أو إعادة توجيهها إلى رابط آخر. ففي هذه الحالة من الممكن أن تقوم بإيداع ملف text file في خوادم كروسريف، وهذا يساعدك على تحديث الروابط الإلكترونية بشكل أسرع. أحد الأسباب المهمة أو الجزء المهم من البيانات الوصفية التي من الممكن أن تقوم بإرفاقها هي قوائم المراجع، وقد يتضمن تضمين المراجع في مرحلة الإيداع الأولى أو إضافتها لاحقاً. OGS Reference Plugin زي ما تكلمنا إن الأخوة اللي بيعملوا بنظام الـ Open Journal System في إضافة أو Plugin متخصصة لهذا الشأن اسمها Crossref Reference Linking Plugin، وهي متاحة من بداية من الإصدار رقم 3.1.2 أو أحدث، ويمكن الاطلاع على الشرح التفصيلي أو القيام بعملية السيتاب الخاصة لها بشكل مفصل من خلال هذا الرابط من موقع البيكيبي. أيضا من الممكن إيداع قوائم المراجع عن طريق Simple Text Query من خلال هذا الرابط من منصة Crossref. من المهم أيضا معرفة أن هناك بعض التحديثات أو التعديلات التي لا يمكن للأعضاء القيام بها بشكل مباشر، بل يجب عليهم
تواصل مع فريق الدعم الفني او الكروس ريف سبورت تيم حتى يتسنى لهم القيام بهذه التعديلات. من هذه التعديلات على سبيل المثال اضافه او تعديل ارقام معرفات الدوريات او ما نسميه بالاي اس ان نمبرز. في حاله مثلا انا لدي دوريه برنت او دوريه اونلاين، فقمت باضافه معرف اي اس ان جديد، ففي حاله الحصول على المعرف الجديد ينبغي ابلاغ فريق الدعم الفني بكروس ريف حتى يقوم باضافه الاي اس ان الجديد. في حاله وجود اي حاجه الى تعديل عنوان الدوريه او اضافه عنوان للدوريه بلغه اخرى، ينبغي القيام بهذا التعديل عن طريق مخاطبه فريق الدعم الفني الخاص بكروس ريف. في حاله الحاجه الى تصحيح خطأ في عنوان دورية أو انضمام دوريات أو حذف دوريات معينة، كل هذه التعديلات أو الأمثلة التي ذكرناها سابقا ينبغي القيام بها عن طريق مؤسسة كروس ريف أو فريق الدعم الفني لديها بشكل مباشر. نقل المحتوى للدوريات، في حالة الحاجة إلى نقل المحتوى من دورية إلى دورية إلى ناشر آخر، لا تقم بتعديل معرفات كروس ريف التي قمت بتخصيصها سابقا، فقط قم بتعديل الرابط الإلكتروني. زي ما قلنا لحضراتكم، نحن لا نقوم بتعديل المعرف نفسه أو الـ POI نفسه بعد عملية الإصدار. ما نقوم أو ما يمكننا القيام به هو تعديل الـ URL أو الرابط الإلكتروني الذي من المنوط بهذا المعرف أن يقوم بعملية إعادة التوجيه إليه. في هذه الحالة ينبغي على الناشر الجديد للدورية أن يقوم بتحديث البيانات الوصفية لمعرفات كروس ريف التي تم تخصيصها سابقا، وأيضا يقوم أو يتولى مسؤولية تخصيص معرفات كروس ريف جديدة للمحتوى الجديد، وأيضا يقوم باستقبال تقارير وإشعارات من كروس ريف. والناشر الجديد أيضا من مسؤولياته أو يجب عليه أن يكون عضو في المؤسسة حتى يستطيع أن يستفيد بكل هذه المميزات. هنتطرق الآن لموضوع آخر، وهو كيفية استخدام تقارير كروس ريف. الأعضاء في كروس ريف بيستقبلوا مجموعة من التقارير بشكل شهري أو دوري. في البداية، لماذا هذه التقارير مهمة؟ هذه التقارير تلقي الضوء على أدوات للمساعدة في تقييم وتحسين البيانات الوصفية الخاصة بك. أيضا تمكنك هذه التقارير من التأكد من أن محتواك تم تسجيله بشكل صحيح، وتمكنك أيضا من الاطلاع على كيفية استخدام المحتوى الخاص بك والتقاط أو التعرف على أي أخطاء. في حالة أن هذه التقارير لا تصل إليك أو أنت تحتاج إلى تعديل الأشخاص الذين تصل إليهم هذه التقارير، يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع support@crossref.org. أول تقرير معنا هو Resolution Report، ويعرض هذا التقرير عدد المحاولات سواء كانت ناجحة أو فاشلة في الوصول إلى معرف كروس ريف خلال الشهر السابق. طبعا هناك أسباب متعددة قد تؤدي للفشل. ما نعني بالفشل أو النجاح عند الضغط على المعرف الرقمي من كروس ريف، فإنه يقوم بإعادة التوجيه سواء إلى صفحة الـ URL الصحيحة أو يقوم بإعادة التوجيه إلى صفحة أخرى أو صفحة خاطئة. أسباب الفشل أن مثلا المعرف لم يتم تسجيله، فقط تم نشره على الموقع ولكن لم يتم إيداع البيانات الوصفية الخاصة بهذا المعرف في خوادم كروس ريف، أو المعرف تم نشره قبل أن يتم تسجيله، أو المعرف يعرض بشكل غير صحيح أو يعرض بشكل غير صحيح على مواقع مختلفة، أو هناك خطأ من المستخدم في استخدام المعرف يرسل في بداية كل شهر إلى الشخص الأساسي المسجل لدى كروس ريف. Conflict Reports يتضمن معلومات حول التعارضات التي تم إنشاؤها بواسطة الأعضاء عندما يشترك سجلين أو أكثر من سجلات البيانات الوصفية في بيانات وصفية متشابهة. هذه أو ما نسميه بتقارير التضارب من الممكن أن تنتج أيضا من البيانات الوصفية المسجلة للمحتوى الخاص بك، ليست كافية للتمييز بينها وبين بيانات وصفية أخرى مرتبطة بعنصر آخر. لذلك دائما بنشجع الناشرين أو المستخدمين في منصة كروس ريف بإيداع أكبر قدر ممكن من بيانات الوصفية حتى يؤدي إلى تقليل التضارب أو التعارض مع معرفات أخرى يتم تسجيلها، وأيضا زي ما شفنا بيساهد في المساهمة في اكتشاف المحتوى المنشور الخاص بك. أحد التقارير الأخرى ما نسميه بالـ DOI Error Report. الـ DOI Error Report هو تقرير يتضمن أي أخطاء تحدث للمعرف الرقمي عندما يخبرنا المستخدم أو يخبر كروس ريف المستخدم أنه نقر على المعرف ولم يتم توجيهه إلى أي صفحة صحيحة. هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الخطأ،
ربما تكون قد قمت بنشر معرفات رقمية لم تقم بتسجيلها بعد أو إيداع البيانات الوصفية الخاصة بها، أو من الممكن أيضا أن يكون المعرف الرقمي لا يتماشى مع المعرف الذي تم تسجيله مما يؤدي إلى حدوث خطأ، أو الرابط الإلكتروني تم صياغته بشكل غير صحيح. العنصر الآخر اللي هتطرق ليه اليوم بشكل سريع ما نسميه بكروس ريف بارتيسيبيشن ريبورتس، أو منصة الروابط التعريفية من مؤسسة كروس ريف. هذه المنصة متاحة لجميع الأعضاء وتمكنهم من الاطلاع على بياناتهم الوصفية أو نوعية البيانات الوصفية الخاصة بهم التي قاموا بتسجيلها. في هذه السكرين شوت اللي معانا من أكسفورد يونيفرسيتي بريس أو دار النشر الخاصة بجامعة أكسفورد، فبنطلع على نوع المحتوى الذين يقوموا بتسجيله. من خلال هذه المنصة يمكنك أن تقوم بعمل فلتريشن أو تصنيف للمواد التي تريد الاطلاع عليها. مثلا تريد أن تطلع على البيانات الوصفية المسجلة للجورنال أرتكلز أو للكونفرنس بيبرز أو للكتب أو لفصول الكتب أو للبري برينتس، فممكن أن تقوم بعمل فلتريشن لماذا بالتحديد تريد أن تطلع عليه. هذه المنصة البارتيسيبيشن ريبورتس تعطينا أيضا نظرة عامة عن ما تم تسجيله من قبل البيانات الوصفية. فنجد على سبيل المثال أن 75% من المحتوى المنشور اللي هو 317 ألف عنصر تم تسجيله من قبل دار نشر جامعة أكسفورد يحتوي على ريفرنس تم إيداعها في خوادم كروس ريف. 40% فقط من المحتوى المنشور تم تسجيل معرفات أوركيد الخاصة به للباحثين. من الممكن أن يكون سبب هذا أن جزء من الباك فايلز أو الكونتنت أو المحتوى التي تم نشره في الأعوام الماضية قبل إصدار مبادرة أوركيد لم يتم تسجيله. أيضا معلومات التمويل الخاصة بالعناصر المنشورة. وأيضا كما يظهر أمامنا أنه يعني نستطيع أن نقوم بعمل فلتريشن للمحتوى للإطلاع سواء كان هذا باك فايلز أو محتوى خاص بكل العناصر. ممكن أيضا الإطلاع على معلومات الترخيص هل تم إيداعها أم لا. من الممكن أيضا الإطلاع على روابط فحص التشابه وعدد الأبحاث أو العناصر التي تم إيداع الأبحاث أو ملخصات الأبحاث الخاصة بها في خوادم كروس ريف. فحب نشجع كل الإخوة الأعضاء إن هم يطلعوا على هذه المنصة ويشوفوا إيه العناصر التي تنقصهم من هذا من البيانات الوصفية، ويحرصوا على التركيز على إيداع الجزء الأكبر منها على قدر استطاعتهم، لأن زي ما حضراتكم شفتم وشرحنا قبل قليل إن بعض هذه تحتاج إلى بلوجينز. لو أنت بتعمل بنظام الـ OGS محتاج تكون upgraded أو updated لفيرجن أو لإصدار معين حتى يتسنى لك الإيداع. لو أنت بتعمل بنظام آخر غير OGS محتاج تشوف هل النظام الآخر الذي تعمل به يمكنك من إيداع قوائم المراجع قوائم أوركيد، هل يمكنك من إصدار روابط خاصة بالtext mining أو تعديل المحتوى، هل يمكنك النظام الذي تعمل به بإرفاق معلومات الترخيص عن كل مقالة أو كل عنصر تقوم بنشره وإيداع هذه المعلومات في كروس ريف. عموما هي منصة مفيدة للتعلم والاطلاع على ماذا ينقصك وكيف يمكنك أن تقوم بتحسينه. في حالة الحاجة إلى معلومات أخرى أو مفصلة يمكنك الاطلاع على هذه الروابط، وزي ما أكدنا في البداية إن شاء الله سيتم مشاركة السلايدز مع حضراتكم. فهذه الروابط بتوفر في روابط عن معلومات عن أخطاء مرتبطة بعناوين الدوريات أو أخطاء مرتبطة أو معلومات أكثر عن الريبورتس التي تقوم بإرسالها المؤسسة. وأيضا الإخوة الذين يستخدمون نظام الـ OGS من الممكن أن يطلعوا على معلومات أكثر من خلال هذه الروابط. في النهاية هناك دعوة سريعة للمشاركة بالرأي وقواعد مؤسسة كروس ريف. في الفترة الأخيرة طلبت من المجتمع الأكاديمي أن هو يشارك في مجموعة من التعديلات المقترحة لعرض بنية المعرفات الرقمية أو لعرض الدوائز. تهدف هذه التحديثات المقترحة إلى تحسين قابلية استخدام الدوائز بشكل عام، لا سيما للأشخاص الذين لديهم إعاقات بصرية أو يستخدمون تقنيات المساعدة مساعدة القراءة عن طريق الشاشة. ففي هذه الحالة مطلوب من الأعضاء الذين يقومون بإيداع المحتوى إضافة مجموعة من التاجز أو الأتريبيوت الجديدة التي سيتم تقديمها للمجتمع الأكاديمي حتى تسهل أو تحسن قابلية استكشاف الدو آيز بشكل عام.
قمنا بإرفاق روابط في السلايد الخاصة للسيرفي أو الاستبيان للتعبير عن رأيك والإدلاء برأيك في هذه المقترحات. يمكن أيضا الاطلاع على هذه المقترحات بشكل تفصيلي من خلال الرابط المنشور على مدونة كورسريف، وتم إرفاق أيضا رابط خاص بهذا المنشور. شكرا جزيلا لكم، بنذكركم دائما بالروابط الخاصة بتفاصيل الدعم الفني لمؤسسة كروسريف، التواصل مع support@kurosref.org، منصة المنصة المجتمعية الخاصة بهم، وإن شاء الله بنلتقي بحضراتكم بإذن الله في حلقة النقاش الثالثة والأخيرة، والتي ستكون تحت عنوان كيف يمكن لخدمات كروسريف أن تساعدك وتساعد أيضاً على الانستيتيوشن أو المؤسسة التي تعمل فيه. جزيل الشكر لحضرتكم، ونعتذر مرة أخرى عن العطل الفني اللي حصل في المقدمة، يعني كان في تأخير لمدة حوالي 7 دقائق، فبنعتذر بشدة، أعتقد ده أثر أيضاً على رقم الحضور، فإن شاء الله يعني نتلافى هذا الخطأ الذي حدث في حلقة النقاش القادمة. وفي هذا الوقت إن شاء الله يعني يسعدنا في التواصل في شركة نورجي في التواصل مع حضراتكم على القنوات الخاصة بنا. معنا حوالي 5 دقائق، لو حضراتكم عندكم أي أسئلة أو استفسارات ممكن تسيبوها في الـ Q&A بوكس. خلينا نشوف، معنا مجموعة من الأسئلة. في Miss Lisa, you are asking about an English version from these slides. For sure, I will reach out to Vanessa, the Crossref Community Manager, and I'm sure she will share with you the English version from these slides. So just taking a note for that. الأستاذة صابين، please send us a reminder with the link for the webinar same as you did for the first webinar. For sure أستاذة صابين، إن شاء الله نرسل لحضراتكم في الفولو أب إيميل، نرسل رابط يمكن من خلاله تحميل هذه السلايد، وهنرسل أيضا رابط للريكوردينج مع حضراتكم الإيميل الخاص سواء بالsupport@kurosref أو الإيميل الخاص بنا في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات أخرى. يعني معنا حوالي دقيقة أو دقيقتين قبل ما ننهي. Does DSpace work in the same way as OGS in terms of registering of information in Crossref؟ والله يا أستاذة صابين يعني ده different discussion، لأن DSpace هو نظام آخر بتكنولوجي مختلفة تماما، بس as far as I know هو كان من الممكن أن يتم إرفاقه أو عمل connection ما بينه وما بين مؤسسة Crossref، لأن الفيصل الأساسي هو أن المؤسسة تحتاج مجموعة من البيانات أو حد أدنى من البيانات الوصفية عن أي آيتم أو أي عنصر. هذا العنصر من الممكن أن يكون جورنال آرتكل، من الممكن أن يكون بيتنت أو براءة اختراع، من الممكن أن يكون معلومة في متحف معين، أي ميتاديتا انفورميشن عن أي إليمنت، as long as المينيمال انفورميشن is available، خلاص من الممكن تسجيلها مع مؤسسة كروسريف. وهناك يعني لو تطلع على موقع كروسريف هتلاقي في طيف واسع من المؤسسات، مش فقط ناشرين أكاديميين، بس في طيف واسع من المؤسسات الذين يستفيدون أو يقومون بالاستفادة من خدمات كروسريف المختلفة. في استفسار من دكتور إيمان، how can an institution join Crossref if there are any costs؟ في حالة الرغبة في الانضمام، يمكن الانضمام ده شرحناه في الويبينار الأولاني، لو حضرتك ترجعي للتسجيل الخاص بي أو للسلايدز، المعلومات الانضمام موجودة على الموقع الخاص بالمؤسسة crossref.org، هتلاقي عليه الموضوع كيف يمكن للانستيتيوشن الانضمام. في اي كوست، في انيوال كوست بتكون عباره عن 275 دولار امريكي بلس 1 دولار امريكي لكل ايتم او لكل عنصر حضرتك تقومي او الانستتيوشن الخاص بحضرتك هيقوم بايداعه في المؤسسه.
معلومات بشكل مفصل متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. أستاذ السعدي, thank you so much for the webinar. We like to have the English version as well. For sure, inshallah, the English version هترسل لحضرتكم. بإذن الله يتم إرسال النسخة العربية والإنجليزية. شكرا جزيلا لحضرتكم. ما زال معانا حوالي 5 دقائق. لو في أي أسئلة أو استفسارات تحت أمر حضرتكم. إن شاء الله في حلقة النقاش الأخرى الأخيرة هنتطرق للخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة زي كروس مارك. ممكن نتكلم بشكل سريع عن كروس ريف سيميلاريتي تشيك أو خدمة فحص التشابه, خدمة مهمة جدا. هنتكلم عن كروس مارك. كل هذه الخدمات تساعد الناشرين سواء كانوا ناشرين أكاديميين أو سواء كانوا دور نشر أو حتى محررين أو جورنال أونرز إن هم يتعاملوا مع المحتوى الأكاديمي بشكل أفضل, يقوموا بإيداع أكبر قدر ممكن من البيانات الوصفية, مما يساهم بالتأكيد في تعزيز وتحسين استكشاف المحتوى المنشور الخاص بهم. فده شيء مهم جدا. شكرا جزيلا أستاذ السعدي, شكرا جزيلا لحضرتك. بنذكركم إن شاء الله هيكون عندنا الويبينار القادم يوم 19 أكتوبر بإذن الله, الويبينار الثالث والأخير في هذه السلسلة. وإن شاء الله بعد هذه السلسلة لو كان في أي حاجة لأي ويبينارز معينة باللغة العربية عن خدمة معينة زي خدمة كروس مارك بشكل مفصل, من الممكن حضرتكم تتواصلوا مع كروس ريف أو تتواصلوا معنا, وإن شاء الله بننسق لحلقة نقاش أخرى عن موضوع معين لو حضرتكم ترغبوا في ذلك. شكرا جزيلا أستاذ السعدي, شكرا. لو حضرتك أستاذة ليزا, if you are based in Charger, so you can communicate with CrossRef, or we can facilitate the communication also through Knowledge E between you and CrossRef. So it's up to you. طيب في الحالة دي هننهي الويبينار. مش شايف أي أسئلة أخرى. شكرا جزيلا لحضراتكم. بإذن الله بنأكد على حضراتكم هيتم إرسال نسخة من السلايد, وأيضا سيتم إرفاق الريكوردينج أو رابط خاص بالتسجيل. وفي حالة وجود أي أسئلة أخرى أو استفسارات, you are most welcome. وإن شاء الله نلتقي بحضراتكم في حلقة النقاش الثالثة والأخيرة يوم 19 أكتوبر تحت عنوان كيف يمكن لخدمات كروس ريف أن تساعدك وتساعد مؤسستك. شكرا جزيلا, ونعتذر للمرة الثالثة عن الخطأ غير المقصود الذي حدث, الذي عطل انضمامنا للويبينار لمدة 7 دقائق في البداية. Thank you so much Cross Ref support team Paul and Robica for joining us today, and sorry again for the error that happened at the beginning. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you. Bye bye.